السفيرة الأمريكية السابقة نيكي هيلي تعلن ترشحها لسباق الرئاسة الأمريكية. أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي رسمياً ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجري في نوفمبر عام 2024. نشرت نيكي هيلي التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري شريط فيديو على حسابها الموثق بموقع تويتر تعلن فيه ترشحها لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: حان الوقت لجيل جديد من الأمريكيين، مؤكدة تحمسها لخوض هذه المنافسة، ودعت الأمريكيين: هيا بنا نفعلها. أضافت في الفيديو أن والدتها دعتها: إن تركز ليس على الاختلافات إنما على القواسم المشتركة بين الأمريكيين. ركزت هيلي في الفيديو التي استخدمت فيه مؤثرات صوتية وبصرية عديدة على نشأتها والتنوع الذي تمثله، مشيرة إلى أنها لم تكن بيضاء ولا سمراء بل كانت مختلفة، أصولها هندية، وترعرعت في ولاية ساوث كارولينا. وهذه رسالة تبدو مهمة نظراً إلى حالة الانقسام التي يعيشها المجتمع الأمريكي في السنوات الأخيرة، أخذة في الاعتبار التنوع الكبير في المجتمع المشكل من مهاجرين من شتى أصقاع الأرض. انتقدت الحزب الجمهوري لخسارته الصوت الشعبي في البلاد خلال 7 انتخابات رئاسية من أصل آخر 8 انتخابات منها، مطالبة بتغيير ذلك. وانتقدت بشدة أيضاً إدارة الرئيس جو بايدن، واصفة سجله الرئاسي بالسيء، ومطالبة بتأمين الحدود وتقوية أمن الولايات المتحدة. ولن تنسى أن توجه في هذا الفيديو القصير الذي بلغ 3 دقائق و33 ثانية انتقاداً إلى الصين التي يتصاعد توتر العلاقات معها في الأسابيع الأخيرة، وامتدت الانتقادات إلى روسيا وإيران مؤكدة أنها لا تتحمل المتنمرين. ويبدو إعلان نيكي هيلي مبكرا نوعا ما، إذ لم يعلن أي مرشح حتى الآن ترشحه لخوض الانتخابات التي ستجري بعد 2 تقريبا، باستثناء الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن ذلك في أواخر العام الماضي. وتنتمي هيلي إلى الحزب الجمهوري، وشغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بين عامي 2017-2018 في عهد ترامب. ويبدو أن ترشح هيلي انقلاب على موقف سابق اتخذته وعبرت عنه صراحة، إذ قالت أنها تؤيد ترامب ولن تترشح للرئاسة في حال ترشح هو. وبهذا الإعلان أكدت هيلي تكهنات وتقارير ذكرت أنها بصدد خوض الانتخابات الرئاسية، وستكون في حال فوزها بترشيح الحزب الجمهوري ثاني امرأة تخوض هذه الانتخابات بعد الديمقراطية هيلاري كلينتون. وشغلت قبل ذلك منصب حاكم ولاية ساوث كارولينا بين عامي 2011 و2017. شكراً لمتابعتكم هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. باي باي.